سلطانة هيام، شو هاد اللي عم تعملي؟ بدي حاكيكي لحالنا. جاي وبإيدك خنجر ملوث بالدم، شو هالجرأة هي؟ انت كيف بتسمحي لحالك؟ مولاتي اطلعوا لبرا، اطلعوا. مو متخيلة تكوني جريئة لهالدرجة. انتي اللي عملتيها فيني. بعرف انك انتي اللي بعتيوني قتلولي حصاني. درع، بلكي قتلت مولاتي. هالمجنونة بتعمل كل شي. ما بتتجرأ تعمل شي. الست درة معها جوا، اطمني ما بتخليها. درة انت ليش طلعتي؟ شلون بتتركيهم لحالهم؟ مولاتي السلطانة هي طلبت اطلع. بتعرفي انه هاد الحصان كان جزء من روحي، هو اجمل هدية قدم لي اياها سليمان. ليش قتلتولي اياه؟ ليش؟ لتكوني فكرة تغلبيني. انتبهي لحالك هيام، انتي مو منتبهة انك عم تتهميني؟ ايه مزبوط سلطانة، انتي امرتيوني قتلوه، بس لا تفكري انك غلبتيني. صحيح جرحتي قلبي بس ما انتصرتي علي. انا مو بسهولة بنكسر يا سلطانة. اليوم مو بس قتلتي حصاني، انتي قتلتي معه كل شيء انا بحبه، وهذا الوجع أنا ما عاد أسكت عليه بعد هلأ يا سلطانة. شو بدك تساوي هيام؟ وصلت معك تهدديني؟ أنا إذا كنت عايشة فهاد لأني بحبه لسليمان، ومشانه بس لساتني هون بالقصر. وإذا بدكن تقضوا على حبي هاد كنتوا قتلوني واتركوا حصاني المسكين. الحب مو للجواري، بس بالحلم ممكن يفكروا بالحب. جاوزتي حدودك هيام، مين مهتم بالحب يلي عم تحسي فيه؟ انتي جارية ومهمتك انه تخدمينا، لانك مثل كل الجواري يلي بالحرم لك. حتى لو كنتي ام ولاده للسلطان بضل اسمك واصلك جارية. مدام أنا جارية ومالي أي قيمة، موتيني. يلا أنت شو عم تستني؟ إذا عندك جرأة تقتليني وبتقدري تعمليها، غرزي هالخنجر بصدري. خبروكي شو صاير اليوم؟ اليوم قاتلين حصانة للسلطانة هيام. شو هالحكي؟ ليش مين بيسترجي يعمل هيك شي؟ شو اللي عم بيصير هون؟ سلطانة خديجة منيح انك جيتي. انت شلون بتقولي لمولاتك هيك شي؟ انا لو بدي موتك ماني بحاجة لأخذ خنجرك، لأنه ببساطة فيني خليوني يقتلوكي امتى ما بدي، فيني ما خليكي بها القصر. خدي خنجرك وانقلعي.
خنجري خليه معك يا سلطانة، بلكي بذكرك الشغلات يلي قلت لك ياها حتى ما تنسي. سلطانة ويام، مين اللي قتل حصان هيام؟ مولاي السلطان هداها اياه، معقول في حدا بيتجرأ وبيقتل لي اياه؟ بكفي الدرر تحت، فيك تروحي. سلطانة، مو مزبوط اللي قالته هيام، مو هيك؟ هيام أكيد ناوي على شي. شو هالسؤال هاد خديجة؟ جاوبيني بصراحة لو سمحتي، انتي بعتيهم يقتلوا حصانة؟ جاوبيني. لا، مو أنا اللي بعتهم. بعتذر إنه شكيت فيكي. ما بدي أحكي بهذا الموضوع. مولاتي، جلالة السلطان مانو موجود. لوين راح السلطان؟ تعرف؟ جلالة السلطان راح على اجتماع الديوان يا سلطانة. اليوم نحن عملنا هذا الاجتماع لنعرف شو بدنا نساوي. دولتنا العالية يوم بعد يوم قوتها عم بتزيد، وما رح نرضخ لطلباتهم أبدا. شاركان عم بيحاول جهده إنه يخلي العثمانيين يتجهوا للشرق، وهالشي لحتى نروح نقاتل الصفويين. هو في براسه مخطط وبده ينفذه، وهو إنه يبعدنا عن بودين لحتى ما نفكر إنه نحتله، وما رح نسمح له. نحن المسلمين العباد المقربين عند الله، رح نخلي الأعداء اللي طمعانين بالأراضي اللي أخذناها بسيوفنا إنهم يدفعوا تمن هذا الشي اللي عم يعملوه كتير غالي، ونعلمهم درس. شاركان وفيرديناند كمان لساتهم لهلأ ما بيعرفوا مدى قوتنا الحقيقية. العثمانيين رح يقوموا بحملة قريباً، بلشوا بالتجهيزات من هلأ. وبس تجهز الحملة رح نتجه على بلادهم، ورح نخليهم يضطروا يتنازلوا عن تاجهم وعرشهم، ورح يستسلموا قدامنا ويلجأوا لرحمتنا من أول وجديد. مو هيك تعمليهم؟ نيلوفر كانت تجدد لي اياهم تجديد، مو مثل ما انت عم بتساويهم. سلطانة، أنا ما بدي إياكم تلمسوا أولادي ولا حتى تفوتوا على جناحي. العفو منك سلطانة، الأميرة طلبت مني إنه جدد لها شعراتها. الجارية الثانية وينها؟ ناديلا. ليش لساتك واقفة؟ روحي ناديلا. ماما أنت من شو معصبة؟ ما في شي يا روحي، لا تخافي. اسمعوني منيح، روحوا بسرعة وضبوا غراضكم، ما بدي شوف وشكم مرة تانية. بس يا سلطانة، السلطانة الأم هيك أمرتنا. وشو كمان أمرتكم السلطانة الأم؟ ما شرحت لكم كمان كيف بدكم تتخلصوا مني؟ أنا ما حأسمح لكم تضلوا عندي، اطلعوا وخلوني يبعتولي نيلوفر وأسمع. أما بخصوصكم أنتوا الاثنين، أصحكم تقربوا من أولادي. Thank you.
بفترة غيابنا بالحملة مصطفى باشا هو اللي راح يكون مسؤول عن شؤون العاصمة. ممنونك مولاي، هذا شرف لي. بالإضافة لهيك في شي تاني بدي إلكن إياه، ما بيجوز نطلع الحملة بدون ما عين وزير للجيش. إبراهيم باشا، رح أعلن قدام الكل إني أعطيتك رتبة الوزير القائد للجيش العثماني الشريف بهي الحملة. مبروك عليك. مولاي، إبراهيم باشا، من اليوم أنت وزير الجيش. ما عندي شك أنه رح تكون ناجح بهالمهمة مثل ما نجحت قبل بالمهمات اللي كنت تقوم فيها. هلا بصير يكون الوزير الأعظم والوزير القائد للجيش بنفس الوقت كمان؟ ليش عيونك حمر ماما؟ انت بكياني؟ رجعوا زعلوكي؟ لأنهم ما بيحبونا حبيبتي، لا إلي ولا إليك ولا حتى بيحبوا إخواتك. مين قصدك ماما؟ السلطان الأم يعني ما بتحبنا؟ نيلوفر، أسماء، أسماء، روحي هلأ لعند الأولاد، ما رح أرضى أنه وحدة غيرك تهتم فيهم. بس يا سلطانة، اعملي اللي عم قوله وبس. خدي مريم يلا. سلطانة، ما بدي اياكي تعصبي، بس برأيك السلطانة الأم إذا عرفت شو راح تعمل؟ تعمل اللي بدها اياه، ما بيهمني بعد ما قهروني وقتلولي حصاني اللي بحبه. مولاي هداني هالحصان وأنا سميته عشق من عشق إلى السلطان، ومتوقعة منها أكتر من هيك. هدفها الأساسي إنها تقتلني، بس هي عم تنتظر الفرصة المناسبة. مشان هيك يعني لوفر لازم نضلنا منتبهين، لأنها ممكن تقتلني بأي لحظة. يا إبراهيم، أنا جهزت لك كل شيء بيخليك تضمن النصر، وبالنتيجة نحن لازم نزيد من قوتنا العسكرية والسياسية وناخد كل احتياطاتنا، مو هيك؟ وهذا رأيي يا مولاي، هالوظيفة أنت بتستحقها يا باشا. مولاي السلطان، هي المهمة اللي عطيتني إياها شرف إلي، بتشكركم. بس أنا يا مولاي، احكي يا إبراهيم. مولاي، انت بهالوظيفة قربتني على الموت أكتر، بس حضرتك بتعرف الناس اللي بالسوق شو عم يحكوا علي، ولهيك حابب استغل هالفرصة لحتى اثبت لهم مقدراتي. مين بيتجرأ انه يحكي عليك طول ما انا عايش يا إبراهيم، او يقدر انه يقرب منك؟ فرمان تعيينك خلص انكتب يا إبراهيم باشا، وما في رجعة أبدا. هلأ روح جهز حالك مشان الحملة وخليك على استعداد. أمرك مولاي. مأمون أغلو، روح نادي لي جلال زادة، بدي كتبه قرار جديد. مولاتي السلطانة. السلطانة الأم عم ترتاح هلأ يا سنبل، بعدين تعال. ليش مفكرة أنه أنا ممكن أزعج السلطانة لو ما في شي مهم؟
شو في يا سنبول؟ احكي. السلطانة هو يا مولاتي. شو عملت كمان؟ بصراحة يا مولاتي، السلطانة هيام قلعتن للجوارية اللي حضرتك بعتي لها ياهن، ورجعت لنوفر وأسمى اليوم لعنده. شو نعمل معه؟ ما تعملوا لها شي، مدام هي متعودة على جواريها خلص خليهن عندها. بس ما بيصير هيك يا مولاتي. درة، مريني مولاتي. خنجر هيام لساته معك مو هيك؟ أخدته وخبيته لساته معي مولاتي. شو قصدك؟ خبر هيئة الديوان يكونوا بكرة جاهزين يا مأمون أغلو. أمركم مولاي. مولاي. سلطانة. بالي باشا. هيام، خير؟ شبكي صاير معك شي؟ لازم احكي معك يا مولاي. تعالي معي. ليش وشك هيك اصفر؟ شو صاير معك؟ شو في؟ ليش عم تبكي؟ حصاني عشق مات يا مولاي. شو صار له؟ أنا بعرف إنه ما كان مريض وما في شيء أبدا. الحصان ما كان مريض سليمان، كان كتير منيح. قتلوا العشق، دبحوا بالخنجر. تصور يا مولاي، وبالخنجر تبعي. مين بيتجرأ يدبحوا بهي الطريقة؟ ما بعرف يا مولاي، بس رحت شفته، كان واقع على الأرض وغرقان بدمه. لسا مبارح بس رحت شفته وطعميته بإيدي. لا تبكي. مأمون أغلو، تعالي. مولاي، قاتلين الحصان اللي هديته للسلطانة هيام وجوات قصري يا مأمون. ومين بيتجرأ يساويها؟ عرف لي مين اللي عمل هالعملة وجيب لي لهون فورا. أنا بنفسي رح حاسبه قدام الكل. لا تأكل هم مولاي، أنا رح دور عليه فورا، أكيد رح لقي له المجرم وجيبه لعند حضرتكم. سلطانة. إبراهيم، أهلا وسهلا. شو اشتقت لك؟ شو صار معكن؟ لقيتوا للقاتل مين طلع؟ أي قاتل؟ اليوم قتلوا لحصانة لهويا. ما وصلك الخبر؟ أبدا، هلأ عم بسمع منك. لو بتشوف هيام شو عملت، بس عرفت أخذت الخنجر وراحت تتهم السلطانة الأم بكل وقاحة. شفت لوين وصلت؟ فعلاً زودتها كتير. ومولاي والسلطانة الأم ضلوا ساكتين مثل العادة. هالشي ما عم بقدر استوعبه بنوب. لقوا الصبح مقتول بالخنجر. في حدا منكن سمع أو شاف شي؟ والله أنا هلأ عم بسمع منكن. يا حرام، شو كانت بتحبه السلطانة هيام؟ والله شي بيحط العقل بالكف. مع أني رحت وسألت الكل، بس ما حدا شاف شي بنوب. إيه والله. ست فريال، قال أنت يلي خبرتي السلطانة، شو شفتي هنيك؟ احكيلي. ما شفت شي أبداً، قالوا لي مقتولوا بس. مين هدول؟ بقصد الحارس بلال. قمت رحت فوراً لعند السلطانة هو يا مخبرتها. هو إجا معي وكان السايس بجنبه. وينو الخنجر؟ ليكو الخنجر معي. كا
كأنه هالخنجر كتير مهم. هو للسلطانة هيام. كيف يعني؟ وأنا استغربت. أكيد في حدا أخده من جناحة. إذا بتعرفي شي قولي. شو بدي أعرف؟ أنتوا فيكم تطلعوا هلا، رح أحقق مع الجواري، مستحيل ما يكونوا سمعوا أو شافوا شي. يا مأمون باشا، بذكر إني شفته لهالخنجر بإيد الست نيلوفر آخر مرة. نيلوفر؟ هي جاريتها للسلطانة هيام. حاج تبكي حبيبتي، بوعدك إنه رح عاقب كل واحد إله يد بهالموضوع. شفتن شو عم يعملوا فيه؟ بدهم يخلصوا مني يا سليمان. هيام اسمعيني، أنت أجمل وش بالعالم، حبيبة قلبي وسبب سعادتي بالحياة. ما بدي شوف هالحزن بعيونك. لا تخافي بنوب، روحك هي روحي وما حد رح يقدر يقرب منك أبدا. يلا ورجيني ضحكتك، ارفعي راسك، بدي شوفك قوية. بجوز هالمرة غيبت الطول وما بدي ينشغل بالي عليك. انت شو بتقصد؟ لوين بدك تروح؟ عنا حملة هيام، رح نروح على بودين ويمكن نوصل لفيينا. لا لا تروح، ضل معي سليمان. هيام، إذا أنت رحت أنا رح ضل لحالي هون بالقصر، وهيك أعدائي رح ياخدوا فرصتهم ويقدروا يتخلصوا مني. يمكن بس ترجع ما رح تشوفني أو تسمع عني. شو بك إبراهيم؟ كأنك انزعجت من الشي اللي حكيته. لا، مو هذا هو السبب. اليوم طلع قرار مهم كتير من الديوان، طالعين حملة سلطانة. يعني رح نرجع نفترق؟ لسا مطولين لحتى نروح، لأنه الاستعدادات رح تاخد كتير وقت. رح يكون هدفنا فيينا، ومو بس هيك، مولاي السلطان عطاني رتبة الوزير القائد للجيش بحملة نهائية. عينوك القائد الأول؟ حكون القائد الأول للجيش العثماني العظيم. ما كنت متوقع إنه مولاي السلطان ممكن يوصلني لهالمرتبة الرفيعة. كأنك ما انبسطتي. إبراهيم، بعرف إنه هالموضوع بيزعجك، بس لازم تعرف أنا شو عملت. شو عملتي؟ رحت شفته ليعقوب أفندي هداك اليوم، ووقت قال لي في واحد بهالبيت بده يرتفع ويعلى كتير، ورح يكون عنده طموح كبير بيخوف طموحه، لأنه ممكن إنه يكون سبب دماركم. اوعك تخلي كلامه لهالدجال انه يزعجك سلطانة، لانه قوتي
وطموحي الكبير أكيد رح يجيبوا السعادة والفرح. شفتي هالخنجر قبل هلا؟ أكيد بتعرفي مين هو صاحبه. ليش ما عم تردي؟ بتعرفيه ولا لا؟ بعرفه يا بيك، هو للسلطانة. معناتها بتكوني سمعتي إنه حصان السلطانة هيام لقوا مقتول. مزبوط، سمعت. احكي لشوف. شو بدك يعني احكي؟ انت قتلتي مو هيك؟ مستحيل يا باشا، كذب، عم يفتروا علي. والله العظيم انا ما دخلني ابدا. نيلوفر هذا الخنجر كان معك، بس الدرة شافته. مزبوط كان معي، بس السدرة أخذته مني، بس شافته بإيدي. إمتى؟ كنت بغرفتي وقتها. كوثر كانت عندي. كوثر؟ جاريتها للسلطانة ناهد دوران، وبلشت تحكي شغلات مو منيحة بحق السلطانة هيام، فهددتها بالخنجر لأني ما قدرت إني أتحملها. وقتها إجت السدرة عصبت علي وأخذت مني الخنجر. برأيك مين وراء هالشغلة؟ مين بده يكون وئام؟ واحد حط عقله بعقل حصان وعنده نفوذ. اسكت بقى اصحك بلا ما حدا يسمعنا ويعمل لنا مشكلة. مزبوط. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نساوي؟ ما بيصير، معقول نترك السلطانة لحالها؟ كأنه نسيت اللي قلته وئام المرة الماضية. ليش شو قلت؟ هي سلطانة وهو باشا، يعني فيهم يحموا حالهم، مو مثلنا منروح بشربة مي. والله مزبوط هالحكي. لهيك أنا وياك ما دخلنا بالموضوع. شو عم تعملوا اتنيناتكم هون؟ بدك نقدم لك تقرير يا بني آدم؟ روح على شغلك، نقلع. اسكت، روح، ما دخلك. خلاص انت خلاص ويام، والله لخليك تندم على هالحكي. ايه جرب يلا، ليكون نسيت شو صار هداك اليوم. شو اللي صار؟ شو في وئام؟ لو بتشوفي شو كان عم يمزح. شو بده يكون صار يعني؟ وئام ست فريال، بدي اياكم تساعدوني لاني ما عم لحق لحالي، بتعرفوا اليوم كتير معجوقين. يلا احكي لي شو اللي صاير. مو وقته هلا، روح هلا شوف. هاي نيلوفر وحدة كذابة كتير، لأنه أنا ما أخذت الخنجر منها. بس أنت شفتيها ماسكته؟ نعم. معقول تشوفي خنجر مثل هاد بإيد جارية هون بالحرم لك وما تسألي ليش معه؟ طبعا أنا سألت عنه يا مأمون باشا، جاوبتني إنه أعطتها يا السلطانة، وقت قلت لها ترجعوا لمحله. بس هي ما عادت جارية السلطانة. هالحكي صحيح، لهيك يا مأمون باشا عصبت عليها. وشو السبب درخانه؟ ليش السلطانة قلعتها؟ السلطانة الأم شافت إنه هيك مناسب أكتر. طبعاً الست نيلوفر ما بتعرف إنه مولاتي أمرت بهالشي، بلكي فكرت إنه هي أوامر السلطانة هيام. مأمون باشا، الست كوثر واقفة برا. دخلها. قربي لشوف ست كوثر. سمعت انه صارت خناقه كبيره بينك وبين نيلوفر من كم يوم، صحيح؟ جاوبيني. صحيح صحيح، سحبت الخنجر وهجمت علي، ولو ما اجت الست درة كانت هالبنت قتلتني. وشو صار بعدين؟
اللي صار. قولي يا بنتي. اللي صار انه الست درة امرتني روح. مأمون باشا، بتوقع انا هيك جاوبت على كل اسئلتك. تعرف السلطانة الام بتكون عم تستناني. انا لا اوعى، ما رح تغلبوني ابدا. انا السلطانة ويام، انا لا اوعى، ما رح تقدروا تغلبوني ابدا. مو انت اللي طمعتها يا سليمان؟ انت اللي عطيتها القوة، سامحتها اكثر من الكل. شوف شو ساويت فينا. بالي بيك. مولاي؟ شو صار معك؟ عرفت القاتل؟ مولاي لسه عم حقق بالموضوع، بس رح أعرفه قريبا. كيف هلأ السلطانة؟ هي كتير مزعوجة وخايفة، كانت كتير بتحبه للحصان. مأمون أغلو، ما بدي اياك تتساهل مع اي واحد متورط بهذا الموضوع، بدي اياك تعاقبه وما ترحمه ابدا، مفهوم؟ مفهوم يا مولاي. المقصرين لا تعفي عنهم ابدا، عاقبهم باللي بيستحقوا. حضرتك لا تاكل هم. هيام لازم تاكلي. مولاي؟ مأمون أغلو، تعال. مولاي، سلطانة، يسعد صباحكم. أهلين. بعتنا خبر لهيئة الديوان، رح يجوا على الاجتماع مثل ما أمرتوا. منيح. بالي بيك، إن شاء الله عرفتوا مين القاتل. لساتني عم حقق بالموضوع. أنا بوعدك إنه نلاقيه. سلطانة، إذا ممكن فيني أسألكم سؤال؟ إيه تفضل. بالي بيك، جاريتك اللي اسمها نيلوفر، أنتوا عطيتوها الخنجر؟ إيه نعم، أنا اللي عطيتها إياه. لا تكون شاكك فيها. أنا لازم شك بكل الموجودين؟ مستحيل، مو هي أكيد. أنا واثقة من هالشي، البنت مخلصة. مولاتي أنت بتشكي بحدا؟ ما بعرف، بس يلي عمل هالشي قوي كتير وواثق من نفسه، وفي شخص مهم واقف معه وقادر يحميه. إبراهيم باشا؟ يعقوب أفندي، فكرتك تبت بعد ما طردناك وبطلت تضحك على الناس، بس الواضح انه بعدك مصر تشتغل بالكذب والدجل. انا بس بقول اللي بشوفه يا باشا. شو قايلها للسلطانة وعبيلها براسها هداك اليوم؟ مين علمك تحكي هالحكي وتكذب يعقوب افندي؟ وصدقني انا ما قلت لك كل الحقيقة يا باشا.
مو كلها هيك لك. بما انه هيك خبرني الي انا اللي شو هي الحقيقه كلها. عم شوف دم يا باشا وشامن ريحته عم تطلع من درج القصر وحتى من الخام الابيض تبعكم. هالدم دمك انت. متى بدكن تروحوا مولاي؟ هلا عم نجهز الجيش، لسه في وقت. ابراهيم رايح كمان؟ ايه طبعا رح يروح ورح يكون القائد العام للجيوش. ممكن اسألك سؤال؟ قديش رح تسلموا مناصب للباشا؟ حابة تعرفي شو في بعد هالمرتبة ويام؟ ورا هاي المرتبة عرشي أنا؟ بس مستحيل يحلم بهذا الشيء لأن هو مو من آل عثمان. هو صهركن يا مولاي، بركي عينه على العرش. بتعرف الإنسان بيضل طماع. بس مو من سلالتنا. اسمه إبراهيم البرقلي ولا نسياني. روح ارتاحي بأوضتك كل الليلة وانتي عم تتقلبي. مين منكم يلي بيهتم بحصان السلطانة على طول؟ الكل، ما في حدا محدد، بس أنا كنت مسؤول عنه مبارح. وين كنت الصبح؟ رحت عقليج آغا. لشو رحت لهنيك؟ جايبين أحصنة وطلبوا مني روح شوفهم. مين هدول؟ وقام بالليل ترك لي خبر. طيب وما تركت حدا محلك؟ وين كنت وقت انقتل الحصان؟ الصبح جابوا لي صحن فيه راحة من القصر، أكلت منه كم قطعة وبعدين ما حسيت عشي بنوب، وفوراً بس فقت مأمون باشا جيت لهون كان الحصان غرقان بدمه، كان تقريباً منتهي. روحوا نادوا لي الحراس يلي كانوا مناوبين خليهم يجوا فوراً. أمرك يا باشا. يا جنان تعي تعي تعي، وقفي هون 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 هون. سنبل آغا، عم يقولوا اللي قتل حصان السلطان هيام لساته ما مسك ولساته هون بالقصر. ما دخلني أنا بهالقصة. نسيتي شو سويتي فيني؟ ليش ما تكوني أنتي؟ سنبل آغا. خير شو بدك؟ بدي خبرك شغلة مهمة. يلا.
شو هي؟ قول. سنبل آغا، أنا شفت يلي قتلوا حصان السلطان. يعني ما شفتوا حدا غريب فات لهون مو هيك؟ ما شفنا شي يا مأمون باشا. خدوا الساسة والحراس على الزنزانة، كل واحد أهمل شغله رح يتعاقب. أخيلك يا مأمون باشا اسمعني، والله أنا مالي أي زمن. وأنا كمان. رحمنا يا بيك، رحمنا يا بيك. خدوهن بسرعة. شو اللي جابك لهون؟ حضرة الباشا. مين هاد؟ هذا بطال جاي بده يقول لك شغلة كتير مهمة. قول. امبارح شفتني لوفر بالاسطبل هون. هالشي عادي لأنه هي على طول بتجي بتشوف الحصان، بس وقت سمعت بالحادثة شكيت فيها، وخاصة بعد ما شفت الخنجر. أنت متأكد؟ متأكد، وشفتها بعيوني. وأنت شو اللي خلاك تسكت؟ اليوم خبروني بالحادثة. جيبولي نيلوفر فورا. لشو اجتمع الديوان ابراهيم باشا؟ ما بتعرفوا؟ شوفي مولاي امرنا انه نجتمع، وانا مثلكم ما بعرف شو السبب. اكيد هلا رح يقلنا بالاجتماع. حضرة السلطان سليمان المعظم، ابراهيم باشا انت اليوم تقرا هذا القرار. نيلوفر قولي لهم يجيبوا حليب للاولاد، وما ينسوا يجيبوا عسل كمان. نيلوفر انت كانك ما سمعتيني. مزعوجة مشان السلطانة، والله ما بتستاهل. مين هاد اللي تجرأ وقتل حصانة للسلطانة؟ بكرة السلطان بيجيب لحصان غيره، انت التهي بشغلك. يا بنات يعطيكن العافية. الله يعافيك. ست نيلوفر تعالي معي يلا. لوين؟ يا الله شو أسئلتك كتيرة. تعالي امشي معي يلا. مسؤول الجناح الملكي عم يحقق بالموضوع بنفسه، وأخيرا بدهم ينكمشوا أعدائي وارتاح بقى. سلطانة أكيد رح ينعرفوا مين هني، بس وإذا نعرفوا مين ممكن يعاقب السلطانة الأم على عملتها؟ مزبوط حكيك فريال، بس أنا بكفيني إنه السلطان سليمان يشوف وش أمه الحقيقي. مولاتي طول الليل وهن عم يحققوا مع نيلوفر، أنا خايف لا يقوموا يورطوها بالجريمة لهالمسكينة. شلون بدهم يورطوها؟ رح تبين كذبة وئام. صحيح هي وينها؟ هي كانت مع الولاد. وئام ست فريال، السلطان طلع قرار انه رح يقوموا بحمله. بدهم يروحوا يعني؟ هاي فرصة ما بتتعوض بنوب لأعدائي. وقت بيرجع السلطان سليمان بجوز ما يلاقيني بالقصر. ايش وين رح تكوني سلطانة؟ بجوز وقتها ياكم بالقبر يا زادتيني بالبحر. بداية الحمد لله رب السماوات والأرض الذي أكرمني بأناس مخلصين وأوفياء. الكون كله مسير بإرادته، سبحان الذي لا شريك له. حياتنا وأولادنا ومالنا كل ذلك بتدبيره وبفضله تعالى. يقول لنا القرآن الكريم: يعطي الملك لمن يشاء، وسبحانه ارتأى أن يعطيني الملك وأعطاني النصر أيضاً وجعلني السلطان الأقوى في العالم. بفضل إيماني بعدالته وقوته، وإيماني بكتابه والشريعة الإسلامية، أحكام وقوانين دولتي تطبق بكل أنحاء العالم وأوامري تنفذ.
وقوتي لن تنسيني خوفي من غضبه. إبراهيم باشا يعين وزيراً وقائداً للجيوش العثمانية والمسؤول عن حماية دولتي. يرفع راتبه من 2,000,000 ذهبية إلى 3,000,000 ذهبية من خزينة الدولة. وعلى الجميع أن يعرف أن إبراهيم باشا الآن يمثل السلطان، وكل أوامره وكل أحكامه تنفذ بحرفيتها وبدون أي تلكم وبدون أي اعتراض. إبراهيم باشا هو الشخص الوحيد الآن الذي يأخذ كل التدابير والأحكام التي تخص الدولة العليا من دون أن يرجع إلي أنا السلطان طالما أنا على قيد الحياة. هذا الفرمان بمثابة أمر ملزم وسيعاقب كل من يخالفه. ادخل. في ناس شافوك بالليل داخلة على الاسطبل وماسكة بإيدك هاد. صدقني كذب، والله العظيم أنا ما رحت لهونيك أبدا. لا تبكي، إذا بدك إني ساعدك لازم تساعديني. احكي لي كل شي بتعرفي. أنا مالي أي ذنب، ليش لحتى أقتل الحصان؟ أصلاً السلطان هيامي أكتر شخص بحبه وبحترمه. بلكي في ناس لعبوا بعقلك وأغروكي بالذهب والهدايا من شان تقتلي الحصان، ولا هالشي مو وارد؟ لا أبداً، لو شو ما صار مستحيل خون السلطان هيام. الواضح إنه هني عم يورطوك. بالأول قالولي إنه الخنجر إلك، وبعدين وصلولي إنه أنتي دخلتي على الاسطبل. بنصحك تفكري مرة تانية، شوفي كيف حطوكي بوش المدفع. ما بدك تقولي شي؟ نيلوفر رح يتنفس حكم الإعدام فيكي الليلة. يا حراس خذوها على الزنزانة. مشان الله ارحمني. ما سمعتوا شو قلت؟ لا ماشي ماشي، خلص رح احكي، خلص رح احكي. ركا اطلعوا لبرا. يلا احكي. وانا نايمة بالليل وقت قتلوا للحصان عشق، اجت لعندي دراخانو. هذا بده ياخدك من هون يا نيلوفر. لوين؟
بدهم يركبوكي بالقارب وبعدين بدهم يروحوا لنص البحر ويحطوكي بكيس ويسكروا عليكي، وبعدين رح يرموكي بالبحر وانتي لساتك عايشة. رح تصيري أكل للسمك. الله يخليكي بلاها، لا تقتلوني. رح تضلي هون بس بشرط واحد من لوفر. أنا مستعدة، أعمل اللي بدك إياه. ما كان عندي حل غيره، كانت قتلتني يا باشا. والله كتير متضايقة لأنه خنت للسلطانة. بوس إيدك لا تقول للسلطانة. خسارة، عن جد خسارة. تعرفي إنه الصبح كانت السلطانة هيام عم تدافع عنك؟ قالت مستحيل شك فيها لأنها كتير مخلصة. نيلوفر، كان لازم تفكري ألف مرة قبل ما تلفزي اللي طلبوه. شو بدكم تعملوا فيني؟ أكيد رح تعدموني. مولاي وحده هو اللي بيقرر هالشي. خير يا إبراهيم؟ شوفي احكي لشوف. ليكون مو عاجبك هذا القرار؟ لا العفو يا مولاي، انا مولاي طول عمري ما ناقشت قرارات حضرتك وكنت نفذها بدون اي اعتراض. في منا كنت افهمه وفي منا كنت حاول اني افهمه. وهذا من اللي عم تحاول تفهمه، ما هيك؟ تتذكر لما قلت لي انه منصب قائد الجيش راح يقربك كثير من الموت يا ابراهيم؟ انا بهذا القرار عم حاول خلصك من هذا الخوف اللي قاعد جواتك. اوعك تفكر للحظة انه روحك رخيصة يا ابراهيم، ولازم تعرف انت تحت حمايتي. بهالقرار عم بحميك حتى من حالي. تعال نحكي بالتجهيزات. نيلوفر، أسماء، وينكن يا بنات؟ ميريني مولاتي. وين نيلوفر؟ طلعت من شوي. لوين راحت؟ ما بعرف، سنبل آغا إجا قبل شوي وأخذ معه. روحي دوري عليها وجيبيها لهون. حضرة السلطانة الأم شرفت يا باشا. مولاتي السلطانة، سامحيني إذا أزعجتك. درة خليكي واقفة برا. شو في بالي بك؟ شفت الجارية نيلوفر وحققت معه. البنت اعترفت مولاتي. لكن نيلوفر الغبية طلعت هي القاتلة؟ شو عم تستنوا؟ روحوا اعدموها فورا. بس كمان قالت لي شغلة تانية، انه يلي قال لها تعمل هيك هي درة خانم. شو بتقصد؟ درة خانم هداك اليوم راحت لعند نيلوفر وقالت لها اذا ما بتعملي يلي بدي اياه بموتك. وانت صدقت لهالمجنونة؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ ما بتعرف انه درة خانم هي بهالحرم لك بتكون مساعدتي؟ كيف بتشك بمرأة صار لمعي 40 سنة على اساس كلام جارية غبية ومجنونة؟ مولاتي، مولاي السلطان امرني اني ما اتساهل مع حدا بنوب. اذا في معك اي دليل ضده ورجيني اياه، وانا بنفسي رح اعاقبها للست درة.
وإذا ما كان في يكون بعلمك هالحكي رح أعتبره موجه إلي بالذات. العفو منك مولاتي. مسؤول الجناح الملكي، الجارية نيلوفر قلت اعترفت بذنبها، أعملوا اللازم فورا، وما بدي ولا مخلوق يعرف هالمجنونة شو حكت عن درة ولا حتى حرف واحد، والأخص السلطان، لأنه مو حابة إنه ينشغل باله لسليمان بهيك شغلات بتسم البدن ومانا صحيحة بنوب. فهمت علي؟ مولاي شاركان ما رح يتجرأ يحارب بالأماكن المكشوفة، مشان هيك رح يحارب من القلعة، وبهالحالة المدافع مهمة ورح نهاجمه فيها ونحاصره، هيك نحن رح نكون بأمان. الحق معك يا إبراهيم، بس لحتى نقدر نوصل لفيينا في عنا مسافة طويلة رح نقطعها بأراضي المجر، مفروض نستعد بسرعة. أنا بشوف إنه لازم ننطلق بأقرب وقت ممكن مشان نوصل للأراضي النمساوية قبل شهر تموز، لأنه مو حابب ضل هنيك ليجي الشتاء. مولاي بالي بيك حابب يشوفك. يتفضل. مولاي باشا تعال يا مأمون أغلو، تعال شاركنا الرأي، عم ندرس تحضيرات الحملة. مولاي طلبت مني حقق بالمشكلة يلي صارت مبارحة. هات لشوف شو طلع معك. نيلوفر مولاي. انت متأكد؟ هي الجارية المفضلة عند السلطانة هيام. هي اعترفت لي بكل شي يا باشا، ندمانة كتير وحتى ترجتني انه ما خبر السلطانة هيام. وانت اقتنعت بكلامها؟ مولاي برأيي إنه مو هي اللي قتلته. أسمى شو صار معك؟ نيلوفر وينها؟ ليش ما أجت معك؟ أنا دورت عليها بكل مكان يا سلطانة، حتى دورت عليها بالحديقة الخاصة، كأنه انشقت الأرض وبلعتها يا سلطانة. يعني لوين بدها تكون راحت؟ جلالة السلطان سليمان المعظم. ست الكل. شو اللي صاير ابني؟ نحن اليوم قدرنا نعرف مين الشخص اللي كان وراء قتل حصان هيام. ايه منيح؟ ومين بيكون هالشخص؟ الجارية المفضلة عند هيام، نيلوفر. بس أنا بظن واحدة مثلها ما فيها تقوم بهالشي لحالها، يعني واضح إنه في حدا حرضها على إنها تقتله. أنا متأكدة إنه يلي حرضها تعمل هالشي عمل هيك مشان يكون الاتهام موجه إلي. وإذا بدك الصراحة أنا بشك بشخص واحد، هيام. برأيي هي ورا هالشغلة. سلطانة، كأنه المشاكل كتراني وزايدة عن حدها. إذا ما راح تخلص هاي المشاكل بالحرم لك، وقت أنا اللي راح أحط لها حد. سلطانة، رح خبر مولاي إنك إجيتي. أنا إجيت مشان أحكي معك أنت. معي أنا؟ عم اسمعك سلطانة، تفضلي. نيلوفر مو مبينة، سمبل خبرني إنه أخدوها بناء على أوامر منك. شو عم بيصير؟ بدي أعرف لوين راحت. اللي وينها؟ شو عملتوا فيها؟ شو بدكم فيني؟ ليش جاي اللي عندي؟ اهدي
بدي اشوفها للسلطان هو ياخذوني لعنده. اتركوني. محمد، انت حبيب قلبي. مولاتي السلطانة هيام مالا موجودة، بتحبي روح نادي لجلالتك؟ ما في لزوم، انا جيت لهون بس مشان شوف احفادي. مريم، انت ما راح تقومي لعندي؟ شو بكي حبيبتي؟ لا تكوني زعلانة من شي؟ أنا مو حابة إني أحكي معك. أنتِ ما بتحبي ماما ولا بتحبي إخواتي. أنا ما عاد بدي أحكي معك بنوب. تابعي سلطانة، تابعي، كملي. خلص بكفي، بعدين بتدرب. احكي لي شو عملتوا اليوم؟ حددتوا امتى رح تنطلق الحملة؟ لسه بدنا شوية وقت لنجهز الجيش. صاير شي معك؟ انت مالك على بعضك بنوب؟ اليوم اجتماع الديوان، السلطان مولاي السلطان طالع مرسوم بيعطيني فيه حصانة. بتعرفي شو معنات هالشي؟ معناته لو شو ما سويت أنا ما رح أتحاسب على أي شي. طيب شو اللي خلاه يساوي هيك شي؟ أنا صرت مسؤول عن كل قرارات الدولة. وهذا حمل كتير كبير يا سلطانة.
سلطانة؟ جيت لهون لشوف الأولاد، أنت وين كنتي؟ نيلوفر إلى مدة مختفية يا سلطانة، بس هلأ عرفت وينها، حكموا عليها بالموت. بعرف هالشي، هاي أوامر السلطان. سلطانة؟ يا ترى دور مين جاي بالموت؟ وإيمت بده يتوقف كل هالحقد؟ بس تموتيني؟ هيام، لازم تعرفي إنه حياتك ما لها قيمة عندي. يلي بيهموني هن أحفادي، ومع الأسف هن عايشين معك بنفس المكان يا هيام، وأكيد عم تقليلهم شغلات مو منيحة عني. مولاتي السلطانة، أنت مين مفكرة حالك لحتى تجي وتلعبي بعقول أحفادي اللي هن من دمي ومن سلالتي النبيلة يا هيام؟ هاد آخر تحذير بوجه لك يا عرفي حدودك، ولازم تعرفي إنه أنت ما بتتقارني مع الأولاد، وإذا ما حطيتي عقلك براسك رح تندمي، لأني رح أخذ الأولاد منك وما رح أخليك تشوفيهم بحياتك. بدك تنتبه منيح، لازم كتير تركز يا أمير. شيل سيفك. بلش. بالي باشا، هذا السيف ده أخلي كتير منه، ما عاد بدي اتدرب فيه، انا بدي اتدرب سيف حقيقي بكره. رح يجي الوقت المناسب لهالشي. كمان انا بدي اتدرب مثله. تفضل يا امير. بابا ما بده ياخذني معه على الحمله، يا ريت لو يخليني روح معه. لا تستعجل يا امير، لسه في قدامنا الكثير من الحملات يلي رح نقوم فيها. يلا خلونا نمشي، لازم تودعوا مولاي السلطان. يلا. سلطانة، لا تزعلي، بدي اياك ما تطول الغيبه علي. الله ييسر امرنا ونرجع سالمين غانمين من هاي الحرب، لا تزعلي. حبيبتي انا بدي منك شغله واحده، بدي اياكي تروحي على قصر طوب جابي. لا مستحيل انا اطلع من قصري. رح ضل خايف عليكي. انت اطمن، أنا قوية، بس بدي توعدني ترجع لي سالم ومنتصر. أنا بوعدك رح أرجع. جلالة السلطان سليمان المعظم. الله يحميك، أنا متأكدة إنه رح ترجع لنا بنصر كبير. الله ييسر لك طريقك وينصرك على أعدائك. آمين. آمين. على طول بعتي لي رسائل،
بدي أعرف كل أخباركم بالتفصيل. ست الكل الحرم لك بأمانتك، وخصوصا السلطانة هيام، لأنه حادثة اللي صارت معها كتير زعجتها. بدي إياك تديري بالك منيح على هيام. كون مطمن ابني. دعونا بالسلامة. الله معك. خبروا كل الوحدات خليهم يتحركوا بسرعة، بسبب الوحل والمطر نحن تأخرنا كتير. أنا مزعوج على المدافع اللي تركناها ورانا. بلا ما نضيع وقت أكتر من هيك، لازم نوصل عفيننا بأسرع وقت ممكن. بدي إياكم بكامل استعداد والجاهزية. مولاي، بعرف في كتير ناس تركوا قصر بودين عم يهربوا، يعني شغلة أسبوع ورح نستولي على بودين. دي زلطان سليمان إس يستروهش مي هوي دي زموهج هي إن كومت زلطن فيا أوس إزم بلاتس أوس أورا هو هايت إرث هرتسوك فردناند فيا زونش أم في رايت زوفولت أوس بريشن فيا مسن ديش تزايتش فيك فون هير
داس دي برنسن فيسن فيا تريفنزي إن فين. سلطان سليمان، جلالتك نفذت وعدك إلنا. أنا ببلغ حضرتكم شكري باسم كل شعبي. الملك فرديناند أخذ التاج المقدس مني بالقوة، وهو صار له شهور عم يدير بلدنا من قصر بودين، طبعاً بعد ما احتلها بدون حق. وبس يعرف إنه القوات العثمانية وصلت لنجدتنا أكيد رح يترك بودين ويروح، لأنه بيعرف كتير منيح إنه ما رح يقدر يحاربكم. بس أكيد رح ياخد التاج ويهرب فيه. يانوش زابوليو، نحن وافينا بوعدنا لإلكم، رح نرجع لك تاجك وملكك اللي راح منك، بس أنت كمان لازم تحافظ على ملكك وتاجك، وإلا رح كون مجبور عين ملك يعرف كيف يسيطر على مملكته ويحافظ عليها. أمرك أو أمرك مطاع. آلي بيك، هاي مهمتك. اسمعني منيح، بدي إياك تتحرك هلأ وتروح تجيب التاج. Avanza Pierre Sultano Suleimano Serga di Vienna gonsi Herz Trobadre. Avanza di Mohaj e Sesta Bodin. Sharkin kere oboio di nos. Enbre drensa jo all'arti Fernando. No dobera batumar la colonna. Ensamo la error estomar Bodin on a sapuena. Enfano poscar problema entri sofios atorcos para incendiner. No solo cuentra bueno que sharkan. Sultano Suleimano Vienni, a nuestro país con principio claro, tiene la fuerza para hacerlo y matar a los cristianos. Giro que luz artina razón y nulo char, los torcos francamente posco, con los torcos para entrar en giro con ellos. مولاي السلطان، هاي تاج المجر صار بين ايديك. بالي بيك، تاخد هذا التاج وبتروح عبودين وبتلبسه لزابوليو. مولاي اذا بتسمح لي بهالسؤال، يعني بجوز ساوي هيك بوجود جلالتك؟ طبعا يا بالي بيك، بعدين انت بطل من ابطال الجيش العثماني، وغير هيك انت مسؤول الجناح الملكي، وهذا الشيء بكفي بظن. اجى الوقت لحتى نتحرك،
فيينا عم تستنانا. يلا شدوا همتكم. إبراهيم باشا، شفت شلون السلطان عاطي قيمة لزابوليو؟ مع أنه ما بيستاهل هذا الشيء. الملك يلي بيفقد تاجه مانو ملك. وإذا بدك رأيي، الشخص اللي لازم يلبس التاج لازم يكون قد هاي المسؤولية. سينيور كريتي، يا ترى في حدا ببالك؟ أحكي، مين؟ أنت مثلاً؟ أويرا هيلوغن مايستيت ميا ميتشن أهايد ميطالن داز فيا ميدر شتوتسن برزايدن دو أوتمانن سو بيزغن دي إيرر زايدس جيفور داتا درايسج تاوزن زولداتن أون دسفاي تاوزن كافاليرا أوس مورافيا زند برايت أون دم درشتوتيوسن كونت أوس رجيولن هي سكسوني سكسونيا أون سيلفيا أون زي زيفاتن أوف إن زيجنال أون زيج أن سو بندن نوا Was noch? Sind wir der Meinung, dass... dass wir wenig um der Stutz werden? Was meinen Sie damit? Wie kann ich Ihnen helfen und wir befinden uns in harten Umständen? Wir denken Sie, Sie werden die Stärken der Lotharians. وئام؟ سلطانة؟ العفو منك يا سلطانة، رح لمن هلا اتركهم بعدين بتشيلهم. بدي اطلب منك شغلة. امريني يا سلطانة. اسمعني منيح، روح جيب لي يعقوب افندي. حاضر يا سلطانة. يلا خفوا ايدكم خفوا ايدكم، دير بالك. وانتوا ليش واقفين هنيك؟ يلا تعالوا خذوا الاكل. شكري. مرحبا. اهلين. تأمرني بشي وئام؟ شلي شوية لحمة يكونوا على كيف كيفك، وما رح تخجلني اكيد. والله صعبة، بعدين هاي اللي تبيحها للسلطانة نهد دوران. اي سيدي ما رح يصير شي، بدي بس 5 كيلو. شو قلت؟ ليش ما بتاخد كل تبيحة فرد مرة؟ شو شايفني الجربوع سمبل؟ وينه؟ ليش مو مبين؟ السلطانة الأم سلطاناتي. وزعتوا الأضاحي على الفقراء؟ ايه، نحن وزعناها على كل الناس والمحتاجين يا سلطانة، وكلياتهم صاروا يدعوا بالخير لجلالتك وللسلطانة ناهد دوران، وكانوا عم يقولوا الله يزيدكم من نعيمه ويحفظكم زخر للفقراء. الله يحفظه للسلطان ويطول بعمره، كل الشغلات اللي عم نساويها للناس هي بفضله. الله يحمي ويرجع لنا منصور ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. امين امين. الأحوال كتير هادية بالحرم لك، إن شاء الله يضلوا هيك. السلطان قبل ما يسافر طلب من الأم تدير بالها على السلطانة هيام، ولهيك شايفه للحرم لك هادي. هيك رأيك؟ مو مطمن يا فريال، حاسس إنه رح يصير شي مصيبة. وتذكري كلامي وئام.
سلطانة؟ أهلا وسهلا فيك، شرفتي سلطانة هيام. شوفي شو عم بيصير. السلطانة ناهد دوران قال كانت نادر الندر إنه تطعمي الفقرة، مشان هيك دبحوا أكتر من طحية ووزعوها وعم يطعموا الخدم منها كمان. بيكونوا الناس هلأ عم يمدحوا فيها وعم يدعوا لها كمان، ما هيك؟ ايه هيك، وأنا كمان حابة ساوي هيك شي. نصحوني بشغلة ينحكى فيها بكل مكان. إذا بدك المظبوط فكري بالأراضي المقدسة، يعني لو تعمري شي بالكعبة الشريفة فحيكون كتير منيح إليك، وهيك كل الناس رح يدعوا لك. بالكعبة؟ خديجة كلي حبيبتي، شوفي حالك شلون صايرة. شوفيني سلطانة. ماني مرتاحة لأنك قاعدة هنيك لحالك. مولاتي من بعد إذنك. طيب انتي روحي بعدين بحلة. سلطانة شو رأي جلالتك اني اخذ الست فريال اللي عندي؟ وليش لا، هي كتير تغيرت، صارت تسمع الكلمة منيح. خلص خليها عندك لحتى يرجع ابراهيم بالسلامة. شكراً إليك، وهيك ألفة رح ترتاح شوي. شو هالحكي يا سلطانة؟ سمعتي درة؟ نفذوا فوراً. سمعت يا سلطانة. السلطانة ناهد دوران، إن شاء الله هالندر هاد بيكون مقبول، والله يعطيكي على أدنيتك. مولاتي السلطانة، إذا بتسمحي لي مولاتي، حابة أخذ رأيك بشغلة مهمة. ست فريال؟ أنتي جهزي حالك، بدك تروحي مع السلطانة خديجة. بدكن ترجعوا تبعتوني؟ السلطانة خديجة طلبت هالشي. طيب بس شلون بدكن تبعتوني لعنده؟ معقولة ارجع بعد اللي صار؟ بصراحة وأنا محبة تروحي لهونيك، بس مو طالع بإيدنا نعمل شي. من بكرة بدك تروحي لعنده، لازم تجهزي حالك. أنا نادرة ندر لمولاي السلطان مشان يرجع لنا منصور. طيب أنت شو حابة تساوي؟ حابة ساوي حمامات بمكة والكعبة مشان الناس تستفاد، وعلى طول يدعو لنا بالخير والبركة يا مولاتي، طبعا بعد إذن جلالتكم. طيب مثل ما بتريدي، أنا ما عندي أي مانع، بس في شغلة لازم ناخد رأي شيخ الإسلام بهالمسألة. ما فهمت ليش؟ الأصول هيك يا بنتي، وإذا هو بوافق أنا ما عندي مانع. هلأ شو لازم ساوي؟ قولي لسنبول وهو رح يكتب رسالة لشيخ الإسلام. سلطانة معقول سامحتيها بهالسهولة؟ أنا شو بدي ساوي؟ أخوكي قبل ما يسافر وصاني فيها، ما ناقصنا غير ندر هيام.
مين هي لحتى تجيب سيرة الكعبة على لسانها؟ فشو رأي الشرع بهالموضوع يا حضرة شيخ الإسلام؟ وشكراً جزيلاً إلك السلطانة هيام، تتشكرك. كتبت؟ عم بكتب يا سلطانة، وبكرة الصبح أول ما في راح أبعته إن شاء الله. إمتى ممكن يجاوبني؟ هو ما بيتأخر، أكيد المساء راح يبعث لنا الرد على هالرسالة. منيح. لسه ما ضبيتي اغراضك؟ لسه معي وقت، اكيد ما رح تبعتوني من هلا. لازم تكوني جاهزه مشان الصبح ما تتاخري بالروحه. والله انا محابه روح سدره، يا ريت تعفوني. لا، ما في مجال بالمره. قلت لك السلطانه طلبتك، مين انت لحتى ترفضي؟ دره خانوم. ست فريال، انتبهي منيح. هديك المره سامحوكي، بس هالمره ما حدا رح يسامحك. وإذا أنت محبة تخدمي بالقصر، فينا نزوجك وتخلصي. طيب خلص، مثل ما بدك، رح روح. خلينا ننادي محمد، حبه يجي يقعد معنا. وليش لا يقعد معنا؟ ولاد هيام ما بدي اياك تتعاطى معهم بنوب، وبدي منك تلتهي بدرسه، مفهوم ابني؟ بس محمد اخي الصغير، وبابا طلب اني دير بالي عليه. سلطانة، تأمريني بشي؟ الست فريال اليوم بدها تروح على قصر السلطانة خديجة. شوفي لي وين حاطة المسبحة الخضراء مشان تاخدها وتوصلها للسلطانة. رح ساوي اللي طلبتي مني سلطانة. مولاتي، كاتب شيخ الإسلام بالمكتوب ما بيجوز بالشرع والدين الإسلامي إنه وحدة جارية تساوي هيك شي بالكعبة الشريفة. خدي لها إياه لهيام وقري لها هالمكتوب مشان تعرف ليش مرفوض طلبها وتحس بقيمتها على المزبوط. أمرك يا مولاتي. سلطانة خديجة، يسعد صباحك. وئام، شو صار؟ شفته ليعقوب أفندي؟ أمتى رح يجي لشوفه؟ رحت لعنده اليوم الصبح يا مولاتي السلطانة، بس ما لقيته بالبيت، وبعدين سمعت من جيرانه بالحارة إنهن لقوه مقتول. لقوه مقتول؟ ليش؟ مو معروف ليش قتلوه. قال ضربينه أكتر من سكينة ببطنه وقاطعين له لسانه كمان. الله أعلم ليش هيك مساوين فيه.
سلطانة درة خانم، السلطانة الأم بعتك مو هيك؟ شيخ الإسلام ابن كمال أفندي بعت لك جواب الرسالة اللي سألتي فيه عن رغبتك بتعمير حمامات بالكعبة. بهالسرعة؟ طيب فيكي تقري لي المكتوب؟ كاتب لك شيخ الإسلام بالرسالة لأنه حضرتك بالأساس جارية، فطلبك هاد لا يمكن قبوله بالمرة. وليش بقى؟ لأنه ممنوع بالشرع للجواري والعبيد إنهم يعملوا هيك شي بالكعبة. طلبك مرفوض. وطبعاً السلطانة الأم كانت بتعرف شو حيكون الرد، مشان هيك وافقت وخلتني اكتب الرسالة. درة خانم، بعد إذنك هالموضوع ممكن نلاقي له حل؟ الحل الوحيد لهالموضوع هو إنك تصيري مرة حرة. صير مرة حرة؟ لازم يعتقوك يا سلطانة. وقتها بتكوني مرة حرة وساعدة بحقلك تساوي كل شيء. مين اللي لازم يعتقني؟ السلطانة الأم؟ ما حدا بيحسن ياخد هالقرار إلا جلالة السلطان، هو اللي بيقدر يحررك. ست فريال؟ شو جابك لهون يا كوثر؟ شو بدك مني كمان؟ قالوا لي إنه رح ننحرم من شوفتك الفترة الجاية. وانتي شو خصك؟ ايه معك حق. السلطانة بدها اياكي تاخدي هي للسلطانة خديجة. وشو هي؟ هي المسبحة، بيقولوا بتريح اللي بيسبح فيها. ايه حطيها عندك ودغري طلعي لبرا، روحي من خلقتي. يلا حبيبي صار وقت الدرس، انت صار لازم تروح. هلا مو وقت الدراسة، لازم انا اطلع مع ابراهيم باشا وبابا على الحرب اللي طلعوها. بدك تطول بالك، بكره بس تكبر واثقة انك رح تهز العالم من الشرق للغرب بسيفك، واسمك رح ينكتب بالتاريخ. سلطانة، تتذكري هداك الدفتر اللي ضيعنا؟ طبعاً. فريال كانت مخبيته بغرفتها، أخدته بدون علمها. بغرفة فريال لكان، كنت متأكدة إنه موجود عندها. شلون بدنا نترجمه؟ مولاتي؟ شو هاد يلي بإيدك؟ مولاتي دفتر يوميات مكتوب باللغة الروسية، هو على الأغلب لهيام، وأكيد كاتبة فيه يومياتها وأسرارها كلها. عرفتي شو جواته؟ ولا ما بعرف شو جواته، بس جلالتك بتعرفي لغة روسية مزبوط؟ شوفي بنفسك. Thank you.
ودين اتسن ناينر فوكا جيت شترت فار ورموت ليش هات سلطان سليمان فو فينس اوين اوبان اوند انفنتا دواتسو في برينجن اوند ان دويتشلاند اوبان مت دم تروبن كينن فيا اونس جيجن نيشت فيرن اون فيا كين ام نيشت بيجيجنن Außerdem sind einige der versprochenen Truppen noch nicht eine getroffen. Wie lange fährt 5 Tage zu schlechter? Mach dir keine Sorgen, Ferdinand. Die Unterstützungstruppen in 2 Tagen treffen ein. In Wien stehen die Osmanen große Kanonen, 20.000 Soldaten, 2.000 Kavaliere. Und dieser von Herzhaften und tapfern Aristokraten unterstützt werden. Und der Kommandant von denen ist? Der Kommandant Nikolaus von Zahn. Und sein Stellvertreter Wilhelm von Rockendorf. Meinen Sie, das ist genug, um die ottomanischen Gruppen aufzuhalten? Beruhige dich, Ferdinand. Wir werden sie aufhalten. Sie haben sich vor Suleimanisch so zu verrichten. مولاي الفرسان الخيالي عم يضربوا البلدات اللي حوالي فيينا. وقواتنا استولت على كتير من القلاع. وفي مدن كنا محددين هلأ صارت تحت سيطرة جيوشنا. وهالمدن هي ألتون بورغ وريغنس بورغ. ولسه في مدينتين رح يستولوا عليها اليوم. وكمان سيطرنا على مدينة فادوز وأسرنا أميرة يا مولاي السلطان. وتقريبا قواتنا سيطرت على كل كرواتيا وسلوفينيا. مولاي، نحن قربنا من صربيا. منيح مولاي. جلالتك بتعرف نحن ضيعنا الكثير من الوقت بسبب المطر والسيول وأحوال الطقس، وكمان هذا السبب اللي خلانا نترك مدافعنا الثقيلة ببلغراد بسبب الطقس، والظاهرة الشتوية رح تجي بوقت كتير بكير هالسنة، وبهالحالة مستحيل نوصل لفيينا قبل شهر أيلول. شو بتأمر جلالتك؟ نكمل طريقنا؟ رح نكمل يا إبراهيم، رح نكمل طريقنا مشان نزرع الخوف بقلوب أعدائنا. شاركان رح نهزمه، ولازم يفهم منيح انه بهالعالم كله ما في غير سلطان واحد وهو انا. السلطانة الام اخذت لي كل شيء بحبه، نيلوفر وحصاني اللي بحبه عشق، وهلا ما عم تخليني ساوي اعمال خيرية مثلهم. بس امك رح تغير هالنظام بوقت قريب. سلطانة هيام، شوفي شو اللي جابك لعندي؟ السلطانة الأم طلبت مني إجي ونادي لك لتروحي لعندها. والله جد؟ وما قالت لك شو بدها مني؟ لا لا والله. شو بدها مني يا ترى؟ بعد ما تمسخرت علي. أسماء، لا تتركي مريم لحالة. وين راح الدفتر؟ مولاتي، قال طالبتيني أربي.
حابة تشرحي لي ليش ما بيحق لي ساوي أعمال خيرية؟ طالما كنتي بتعرفي، ليش خليتيني ابعت مكتوب للشيخ؟ مشان تتمسخري علي ولا مشان تذكريني اني جارية؟ الموضوع اهم من هيك. شو قصة هاد؟ مولاتي خليني اشرح لك. خرسي، شو بدك تشرحي بهالمصيبة الكبيرة؟ انتي انتهيتي يا هيام، حياتك ومستقبلك كله صار بين ايديي. بدي تعطيني مجال لاشرح لك. انا ما كنت. لا تقولي ولا كلمة. هس، كنت متوقعة منك تساوي اي شيء، بس ما توقعت انك تعملي هيك. انتي خنتي لابني وبقصره كمان؟ نهائيا. بدي اياك تسمعيني كتير منيح، اذا هالدفتر وصل لايد ابن السلطان رح تكون مصيبة كبيرة، وقتها ما بتعرفي شو رح يكون مصيرك. ومشان ما يصير لك شيء رح اعطيكي فرصة واحدة، فكري فيها يا هيام. طبعا اذا انت حابة تنقذي حياتك لازم تروحي من هون، بدك تختفي وما لازم حدا يعرف لوين حتروحي. أنا ما إلي مكان تاني. مو مشكلتي، لازم تروحي. بس إذا ما بتروحي يا هيام، وقتها أنت وكل ولادك رح تنقتلوا. خيار إليك. We'll be right back.